لو عندك عنوان صحفي 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 مش حاجة تانية صحفي، هتكتب ايه؟ تقول ايه عن الماتش ده؟ مفاجأة ايه على الهواء؟ ما على طول كده استعمل ايه من وانا انا من واحنا بقالي ساعة بقول لك هنتكلم في حاجة في حياة اما هنتكلم على الهواء كده. امال ايه؟ عنوان صحفي يعني هاخدها قمة الوطن العربي على الأراضي السعودية. يعني انا شايف ان دايما قمه النادي الاهلي والزمالك هي الاقوى وهي الاشهر وستظل دائما بالظبط، يعني بدليل اللي احنا شفناه النهارده. يعني انت حتى صححت معلومه السبونسرز اللي موجودين، انت بتقول لي يعني السبونسرز اللي موجودين اتفضل دول الرعاه بتوع البطوله. صحيح الناس يعني تتكلم رعاه بما الأهلي. فيهم رعاه الاهلي، ما هو رعاه الاهلي ما فيش خلاف ان الاهلي ما شاء الله كقيمه تسويقيه ورعاه، لا لا غير ان رعاه الاهلي موجودين كمان يعني في الـ في الـ في الـ بالزبط. الكادر اللي احنا شفناه في رعاه هنا وهنا. لكن اللافت للنظر كابتن اسلام بعيد عن الرعاه، لان دول زي ما بقول لحضرتك الرعاه بتوع البطوله وفي منهم رعاه الاهلي. عدد الاهتمام الاعلامي من القنوات الفضائيه والمايكات اللي موجوده في حوالي 15 مايك لقناه موجودين في مؤتمر مستر مارسيل كولر، وده بيبين اهميه وجود النادي الاهلي في السعوديه واهتمام الاخوه هناك بوجود النادي الاهلي طبعا، واهتمام الاعلام عامه في الوطن العربي بالجهاز الفني النادي الاهلي مستر مارسيل كولر ورامي ربيعه. فانا شايف يعني بص 15 مايك بالظبط يعني تعديتهم؟ ما انت فاهم شو قناه الاهلي بقى بنركز في كل لا ده الاساس. فده بيبين لك الاهتمام الاعلامي وحجم النادي الاهلي وقيمته اللي تعتبر ثابته على مدار العصور يعني في مختلف البطولات. فالنادي الاهلي وانا كنت لسه في كاس العالم وحكيت لحضرتك لما كنا بنتكلم قد ايه البطوله ليها طابع تاني بوجود النادي الاهلي وقد ايه جماهير النادي الاهلي كانت مؤثره هناك سواء في الشوارع او في الاستاد او حتى في او كانوا سبب بعد ربنا وتوفيقه يعني للعيبه ان الفريق يحصل على المركز الثالث في البطوله. فوجود النادي الاهلي في السعوديه اكيد بيصاحبه اهتمام اعلامي كبير جدا، وده اللي ظهر في المؤتمر الصحفي بتاع مارسيل كولر النهارده.